والسر مدفون بثبات. ما بين نارك والحطب يا جماعه. حد هناك وحد مني. تفضلوا قسمكم. حط الرطب هناك ووزع عليهم الرطب هناك. بعدين ذكرني صح مال الجلود اهم شيء وين كلمه ايوه ما تبقى انت اخر ولا شيء هون لك هذا هذا اهم نقطه تمام طويله ما شاء الله ما يزور حاجه لا ان شاء الله هذا احسنت شكرا زيد زيد يا ابو عبد الله فنجان انا مشتاق للقهوه واجد لكن قهوه الشوان تختلف عن قهوه الحضر يا محمد اكيد وانا اخوك ايش رايك نسوي قهوه في مسافر خانه لا 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 لا, لا. مسافر خانه مكان نوم ما نريد نزعل حد منا تسوي له قهوه احسنت ها ايش رايك بلد الدويره بلده جميله وتجاريه وبصراحه كرم النوخذه فوق الحدود يقولوا رغم ان انسرق جزء كبير من ثروته الا ان اغنى اكثر ما تتصور رجال مثل النوخذه الجميع يتمنى له الخير يا اخي ما ادري يا محمد
حسيت ان الشخص اللي جالس محيطه ما غريب علي. قصدك الشخص اللي حامل سلاح دائما مثلنا؟ هي نعم، تحس فعلا انه رجال شجاع. ما ادري، احس انه يحمل شيء من صفاتك. يقول هو الشخص اللي انقذ النوخذة وبنته من اللصوص، والنوخذة معجب شجاعته كثير. والله يعلم كما بزوجة بنته بعد. يستاهل، بس ما ادري وين شفته. لا يكون في زنجبار. المهم خبرني كيف بنتصرف بالصوف، وين بنوديه؟ احنا لازم نروح نزور النوخذة مرة ثانية ونخبره ايش عندنا وكيف ممكن نتعامل معاه. كان كلمته لما رحنا نسلم عليه؟ لا، كان الوقت ما مناسب. احنا لازم ننتظر شخص يخبرنا كيف ممكن نتكلم مع النوخذة. ايش رايك بصاحب المقهى؟ اصبر يا محمد، اكيد الحين حد بيوصل وبنسأله. ما كان زيلو رايحين الدويرة مع البنات منها نتمشى ونغير جو؟ لا لا لا، أنا ما محتاج إني أغير جو، أنا إنسان عندي شغل. بعدين أحس في نبغة صوتش كأنها متغيرة شوية. تريد تقول شيء يا عدرا؟ ألي أريد أقول شيء. ترى كلام الناس كما قالت لي يوم يكثر. إيش هذا الكلام اللي يوصلك وما يوصلي؟ تراني أسمع بالحريم أوين يقولوا إن ما راضين نزوج بنت أخوك علشان نستغلها ونشغلها في البيت. القية بعدها صغيرة، سيف ونقوة أكبر منها، وبعدين ما متزوجين. إيش الكلام هذا؟ لا تقارن مصير بنت أخوك بولادي. بس بس خلاص خلاص خلاص، لا تعصبي. بعدين وين هذا الخاطب عشان نزوجه؟ وينه؟ إذا حد تقدم لها توافق. هذيك الساعة لكل حادثة الحديث. يلا الدويرة مدينة جميلة وكبيرة. أنا أفكر في الطبيب اللي أعطانا الدواء. أي واحد منهم؟ طبيب الغريب، ما خبرش مبيري إن طرش صاحبه يعطينا الدواء بعد ما عرف قصتش من مبيري. أها، هم ساكنين في مسافر خانة مع مبيريك. طول عمر مبيريك ما يتصرف شيء من خاطره إلا في موضوع علاجش. إيش رايش نروح نشكره هو وصاحبه على العلاج، وخاصة إنه ما أخذ حق الدواء. أنت تعرف إن إحنا بنات غريبات، الحرس أبوي ورانا، لو إن قلب ارتاح لهم واجد. سبحان الله، طبيب شاب يعالج بدون مقابل، هذا أكيد ود ناس طيبين. إيش رايش تشوفي زوج حالش من هذه المدينة؟ حالش عاد عشان أقدر أجي أزورش في هذا المكان الجميل. إن شاء الله أنت قبل. أنا ما راح أتزوج لين ما حصل خوتي، وإن شاء الله هم اللي بيزوجوني. خلينا من هذا الموضوع وخلينا نستمتع بجمال هذا البحر. يا بنات يلا نرجع مسافر خانة، الوقت صار مساء. خلينا بعد نص ساعة من بيري. إن شاء الله عقب أنا براضكم هنا. يعجبني فيك وفائك يا ياسر. هذا واجبنا طال عمرك، وانت تراك ما مقصر، تلقم الثم تستحي العين. اسمعني يا ياسر، ايش رايك تتزوج مرة ثانية؟ خاصة ان زوجتك الاولى ما تجيب اولاد. جربت حظي من قبل، وبعدين عندي حرمة. زين انت لا توقف عند حد معين، اتحرك دور لك على علاج. ماشي فايدة يا عمي حمد، ماشي فايدة. زين ايش رايك تتزوج لك من بنية صغيرونة جميلة؟ ومن هذه اللي ترضى بي وانا في هذا السن؟ انا لا اقلك هذه البنية الجميلة الصغيرونة وترضى بك، لانها يتيمة وتبغى تعيش. والله عمي
بنت من هذه؟ رقية بنت منصور أخو عمك راشد. إيش قلت عمي حمد؟ تفضل ريوق. انتي جايبتنا بنفسك؟ تفضل. ابوي يعلن زواجنا للناس. ما مصدق نفسي اني اتزوج وانا في هذا السن. كل اهل البلد يشيدوا بافعالك واعمالك. يا سلمى اصبحت الشغل الشاغل، بس ما راح ارتاح الا لما ارجع الصيغه المسروقه واموال ابوك. لا تشيل همي يا ولد حسن، الخير واجد والحمد لله. ما مهم المال، بس حميد وربعه مثل ما سووا فيكم اكيد راح ياذي الاخرين. وانا تعلمت من ابوش ان الشر يجب يقضى عليه عشان يعيش باقي الناس في سلم وامان. وادرك من السوالف يا ود حسن، كل ولا طباخي ما عاجب انك كل شيء فيش حلو. يا سلمى وين ابوش؟ راح يشوف السفينه. وليش ما خبرنا روح معه؟ لانه ما يبي يتعبك. وبعدين لا تستعجل يا ود حسن، لا تستعجل على حظك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أخي كيف حالك؟ الحمد لله بخير. لو سمحت من صاحب السفينة؟ هذه سفينة النوخذة، وذاك الرجال اللي جالس يتريق هناك اسمه عبد الرحيم، هو يعرف اكثر. ايش يحمل البحاره؟ مبسل. مبسل عشان يودوه الهند في السفينه الكبيره. احسن قواك من الله. شكرا. الظاهر هذا عبد الرحيم هو مسؤول عن المراكب والتصدير. لحسن روح نكلمه. يلا توكلنا على الله. معقول الكلام اللي يقوله حمد؟ أنا أتزوج بنت منصور؟ يا ترى راشد المسمار بيوافق؟ بس حمد ما راح يجيب كلام خطير مثل هذا إلا إذا مرتب أموره زين. وليش أنا بالذات؟ يعرفوني ما أنجب، والبنت مريضة ورايحين يعالجوها. المسألة فيها إن لكن في الأخير لازم أوافق، ما أقدر أقول لا. حقيقة هذه فرصة لبنية صغيرة وحلوة، وإحنا ننفذ الأوامر. ما دام انتوا عندكم كل هذه الاشياء وبتلتزموا بالعقد، انا بوديكم عند النوخذه وانتوا تكلموا معه. احنا مستعدين، وزين ان نوضح له نوعيه السوق وكميه الخراف وطرق التعامل معه. على فكره الانتاج ما زال مستمر واحنا جالسين نوزع المزارع. خير وبركه، اذا نحن ما بنضيع الوقت. انتوا روحوا شوفوا السوق، واحنا ان شاء الله سفرنا للهند قريب، ناويين نودي شحنه الفاغور. حقيقه احنا اليوم ناويين نروح نشوف السوق. زين، انتوا روحوا شوفوا السوق وانا برتب لكم جلسه مع النوخذه في المجلس اليوم العصر. ولعلمكم ترى حركه السوق العصر احسن عن الصبح. اسمع انت. اي نعم. بس كلام جميل، احسنت يا عبد الرحيم. الله يبارك فيكم. اسمح لنا عطلناك. جزاكم الله خير. على خير، تلاقى ان شاء الله. احسنتوا. بارك الله فيكم. واسمحوا لي انا تراني شويه مشغول.
بالحد جزاكم الله خير. حياك حياكم الله. علومكم يا اولاد محمد عندك عندك ابدا ما قدمك ماشي علوم يا عم النوخذه جينا قاصدينكم ما جابين خبر منصوبكم ماشي الا الخير انا خبرني عبد الرحيم عنكم وخبرني عن نشاطكم وشجاعتكم وهمتكم وحبكم للتعاون معنا حصلنا الشرف ان نكسب رضاكم وثقتكم يا عم في الحقيقه نحن نتمنى ناس مثلكم متحمسين والاشياء اللي عندكم مفيده ممكن نصدرها أو نبيعها في مدن أخرى أو نستخدمها عندنا لكن ما خبرتوني سرتوا السوق؟ هي نعم سرنا وما شاء الله السوق كبير إذا تحبوا تأخذون دكان فيه ما عندنا مال وإذا حبوا تتعاونوا معنا مباشرة عن طريق ود حسن وعبد الرحيم بعد ما عندنا مال حياكم الله في كل شيء والله راي زين يا عمي يكون عندنا دكان أنتم تشرفوا عليه وإحنا نصدر ونبيع لكم إيش رأيك يا ود حسن؟ والله يبدع الولد حس تجاري وواثق من نفسه بس حبيت أقول لك يا ولد إن التجارة شطارة فيها المكسب وفيها الخسارة يا عمي الإنسان في الحياة مسير والرزق إحنا لازم نسعى له ما يجينا لحد الفراش وبعدين ما يذوق الملذات غير الجسور تسمح لي يا عم النوخذه يقولوا المدح فوق الرجال مدمه لكني أنا أحييك فؤاد حسن هذا كنت في يوم تاجر يا ود حسن؟ والله كنت تاجر ما بين مدينة الروضة وبعض المدن الثانية ايش قلت؟ روضة؟ اكيد سمعتوا عنها لا ما سمعنا عنها خير اشوفك جاي البيت متأخر والله كنت رامس مع الربع تعال يا ولدي سريح أنا محتاج إني أتكلم معك الحين؟ في هذا الوقت المتأخر؟ أقول لك أنا باغي أتكلم معك ترد علي بهذا الرد؟ فبس ريع انزل تفضل سيف يا ولدي أنت ولدي الوحيد بعد أختك وأبغاك تنتبه لنفسك زين وتتعلم أمور الحياة زين أنا أعرف سباق ورماية أبغاك تتعلم التجارة وتساعدني أبوي بصراحة التجارة وجع راس وخالي حمد يساعدك في كل شيء خالك حمد؟ أسألك أنت ناقصن لك شيء؟ أنا ود راشد بسمار الحمد لله ما ناقصن شيء عقب إيش فيك؟ سيرتك هذه ما عجبتني أنت باغي تتزوج؟ زين بس لا تقول لي القية بنت عمي وإيش فيها القية بنت عمك؟ ها؟ هذه من لحمك ودمك ومثل ما يقولوا سماده في ارضه امي ما راح توافق وبعدين بس ما حد مدلع عنك الا امك انا مربي حصان في البيت نعم ما مربي بني ادم اخسى عليك من ولد قايل لك يا محمد هذاك الشكل ما غريب عليك
انت عرفته؟ احس اني اعرف. هيو صحيح، هذا ولد حسن. ولد حسن صديق ابوي روح بروح، حتى انه كان يسافر كثير. ابوي الله يرحمه كان يحكي لي عنه، بس كان تاجر كبير ومعروف. مره رجع خسران، ذكرت. مره رجع خسران، مره اهل الحاره كانوا يدوروا عليه عشان قتلوه. قتلوه ليش؟ فتنه. ابوي يقول حد مفتن عليه. يرى يا محمد، يرى روح الا الحين. لا لا تروح انت في الحاله، اصبر وتريح، خلينا نفكر ايش نسوي. قم قم نروح عند مبارك الضحاك. مبارك الضحاك؟ من مبارك الضحاك؟ مبارك الرجال الغريب اللي مع البنات واللي اعطيته الدواء حق البنت المريضه. اللي رامز معانا اللي البارحة امس. هو يقول ان الدواء مفيد والبنت استفادت. الدواء اللي اعطيته اياه محمد يشفي 20 علة في الانسان. يا ليت عقلي مثل عقلك يا ابو عبد الله. باكر ان شاء الله صباح نسافر، والحمد لله على السلام. الطبيب يقول زين ان لقينا في الوقت المناسب، او كنت بتاثر بالجنون. الله ستر يا رقيه، يعلم الله انك تستاهلي كل الخير. اشتريتي ملابس كثيره يا نجوى، بعضهم حالش وحال امي وحال الجيران. بتعرفي اللي قد دويره لازم اشتري هدايا، بس ما قلت ليش من شفته انا في السوق. من نفس الشخص اللي حصلناه قرب بيت الطبيب. قصدش الاثنين؟ لا انا شفت واحد منهم بس. اشوف ايش تتكلمي باعجاب عنهم. لا بس باين عليهم نشامه ورجاله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. عبد الرحيم يمدحك وايد يا ابو الحسن، ويقول انك رجال فاهم الشغل زين زين. امور التجارة هذه سهلة، بس البحر والصيد ما له علم فيه، والاعتراف بالذنب فضيلة. عبد الرحيم صياد ماهر وراعي بحر. جلس معي يا ولد حسن واستفيد منه وفيده بعد. ان شاء الله يا نوخذ ان شاء الله. بس افكر في الاولاد اللي زارونا امس، احس انهم راح يفيدونا في التجاره. قال شيء اصبح افيدك ولا ترجع لي. الحلال حلالك انت وسلمه. انت الخير والبركه يا نوخذ. يعلم الله اني راح اكون لك عون وحافظ على اموالك انت وسلمه، لانك رجال تستاهل كل خير. خبرتني سلمى انك ناوي تسترد الصيغه المسروقه من اللصوص، وهذا يا ولدي مغامره كبيره، وانا اقول عفى الله عما سلم. لازم اوقف عند حدهم حتى لا يستمدوا في اذيه الناس، وبالمره اكفر عن سيئات اللي حصلت معهم. اذن اهل مدينه الدويره كلهم معك وتحت امرك. اليوم العصر حدد موعد مقابلته مره ثانيه. انت بتفايل واجد يا سعود. تفكر ان مقابله مثل هذه اتغير من افكار المسمار؟ لازم يعرف ان الحاره تمشي الى الأسوأ من يوم ما خرج ولد حسن ومات منصور. اتوقع اذا قلت له هذا الكلام هيزيد من جبروته وظلمه حال الناس. خلي يسوي اللي يريده، لا يضير الشاه سلخها بعد ذبحها. انا من رايي تروح تتملق وتخبر احنا معه وان جايين صحح من خطانا. افا يا حبيب افا، أنا أسمع منك هذا الكلام؟ ما تعودت منك الجبن والمذلة أبداً. هذا ما جبن، هذا واقع الحياة اليوم. إذا تمسكنتي سلمتي، إذا تعقربتي قتلتي. الله الله يا حبيبي، لو سمعك ولد حسن كانت غيرت أمور. وليش ولد حسن هرب من الحارة؟ ليش؟ تريدني أذكرك بالفتنة اللي صارت في الحارة وإنت سببها يا حبيب؟ خوفه على أهل الحارة أن يتقاتلوا هو اللي خلاه يطلع من الحارة. ومثل ما خبرتكم السفر بيتأخر لفترة بسيطة، لكن ينوخذه السفر هذه الأيام موعدة، وإذا تأخرنا أكثر من كذا حركة الريح ما راح تكون في صالحنا. هي بس ما واجد من 3 أيام لسبعة أيام بس. على العموم أموركم المالية بتكون مع ولد حسن إن شاء الله، والمواعيد مع مساعد النوخذه عبد الرحيم إن شاء الله. ينوخذه إذن التأخير بيطول، وأنا من رأيي أن الجماعة يسافروا. بس أنا محتاج عدد من الرجال في هذه المهمة يا عبد الرحيم. الرجال موجودين وشجعان بعد،
أما هذا للجماعة فخلوهم يتوكلوا على الله. ما دام البديل موجود فأنا ما عندي مانع أن أخذه. إذن على بركة الله، السفر باكر إن شاء الله. إن شاء الله. عليكم السلام. أريد أسألك، أنت فرحان علشان حصلت واحد تعرفه من حارتكم، أو أنت ما متأكد أنه هو؟ هو بشحمة ولحمة يا محمد، ما عدا أنه كبر في السن شوية وإن كان ما مبين عليه، بس أنا خايف أنه ما يعرفني أو ما يهتم في موضوعي. باين عليه مثل ما قالوا وأكثر، شجاع ونشمي. يلا يا محمد يلا روح له الحين. يا أخ خلي الحساب علي، ونروح نكلم ويد حسن في موضوع الدكان. لا تنسى يكون عندنا دكان وحدنا، هذا إنجاز كبير. خير إن شاء الله يا محمد خير. يلا روحنا. أحسنت، جزاكم الله خير. كفاية أحسنتم. حياك أحسنتم. الله خير. جزاكم الله خير. زين عبود فهمت؟ وحد الله عم سعود إلا أنتو ما فهمت شيء. ذاك المغرب لما ما تشوفني جالس تحت غافل لمد، تخرج في الحارة وتصرخ وتقول إن راشد المسمار قتل عم سعود، راشد المسمار قتل عم سعود. إن شاء الله هو يموت عم سعود ما أنت. يا سعود بلاها من روحه يا أخوي، بلاها من روحه. لا تخاف يا حبيب لا تخاف، هذا استحياط بس. الحين أنت روح يا عبود، بس اسمع اسمعني زين. آه ها وتخبر حاد، ترى ود حسن مطرشني حالك. ها عمي ود حسن هين هو؟ والله أنا يعني مشتاق له وبغى أشوفه. زين ما يهمك يا عبود ما يهمك أتشوفه. زين عمي أنا أروح. وإيش قصدك من هذا كله؟ أنا أعرف راشد المسمار زين، إذا عصب وما عجبه كلامي أيطرش أعوانه ويأمرهم إنهم يقتلوني بعد يومين عشان يوهم الناس إني مختفي عن الحارة. زين ولو عرفوا الناس إنك مقتول أيقدروا يسوي شيء؟ أهل حارتنا يا حبيب بعدهم فيهم الخير رغم كل شيء، بس الحاجة هي اللي مسويتهم كذاك. وإن كنت أشك في شيء آخر لين باكر العصر خير إن شاء الله. حلو. السلام عليكم يا عمي. السلام عليكم. أهلا وسهلا بأهل الصيح. سمحوا لنا يا أولادي قصرنا في ضيافتكم. ما قصرت يا عمي، انت اسمحنا ان جيناك في هذا الوقت وانت مشغول. لا تقول كذاك يا ولدي، انا كنت اريد اجلس معكم وناوى اطرش لكم. اذا القلوب عند بعضها. تفضل سريف تفضل. عمي ايش اخبار غافل لمد والمزارع والمجانين عبود وحسون؟ انت تعرف حارتنا الروضه؟ شوف شوف في عيوني يا عمي يمكن تتذكرني. إذا ما خاب ظني أنت واحد من أولاد منصور. ما خاب ظنك يا عمي. عمي أنت من منهم يا ولدي؟ سعيد سعيد يا عمي سعيد. وهذا أكيد أخوك عبد الله. هذا أخوي محمد بن حمود الشاوي. وين حمود الشاوي؟ كيف حالك يا ولدي؟ ومن ما يعرف حمود؟ وهنا أخوك عبد الله. أخوي عبد الله الله يرحمه يا عمي. كيف يا ولدي؟ كيف؟ حكاية مريرة يا عم. استريح استريح من خبرك. حمد أبغاك تفتح عينك زين على المحصولي، لا تخلي أهل الحارة يسرقونه وانت ساكت. أنا ما ساكت طال عمرك، مفتح عيوني وما حد يتقرأ يسرقنا وانت موجود. المحصول سنة عن سنة ينقص، في المقابل جالس يزيد. أخذنا كل ما باس لأهل الحارة إلا عليهم دين ولا ما قادرين يدفعوا،
تقريبا كل أهل الحارة باعت أموالها، ما بقى إلا كمين نخلة مال سعود وأموال ود حسن. عشان كذاك أنا أبغى المحصول يزيد أكثر وأكثر. أدب أي واحد ياخذ شيء، رجال حرمة طفل لا تعطيهم شيء. إن شاء الله طال عمرك تأمرني أمر. أقول حمد، نأخذ الدفعة الأولى استلمها كلها. الدفعة اللي أتوصل الهند استلمها كلها طال عمرك. ما باقي إلا الدفعة الثانية، وما أنسلم إياها إلا وقت الشتاء. الحمالين سلمتهم فلوسهم؟ سلمتهم طال عمرك. ما باقي شيء؟ باقي طال عمرك، باقي شوية عندي. باكر الصباح هتجيب لي إياهن، فهمتني؟ إن شاء الله إن شاء الله طال عمرك إن شاء الله. معقولة هذا اللي يصير؟ معقولة هذا اللي يصير؟ راشد نذل جبان، الناس تدور عليكم توقفوا في كل مكان وما عارفين لكم طريق، وهو متستر على جريمته. الله ينتقم منه، الله ينتقم منه. طول هذه الفترة وسعيد كله حماس يروح ينتقم لأخوه ويكشف أمر عمه للناس. يكون في علمك يا ولدي، العز والخير اللي عاشنا عمك أموال أبوك وكل أهل الروضة يعرفوا. أنا أتذكر يا عمي وأنا صغير، بس أبوي ما كان يرضى يضغط على عمي. والله الدنيا فيها الظلم والخير والقهر. الخير لازم يعم الروضة يا ولاد. بالعقل والحكمة يا أبو سيف، ما بالقوة. أكيد يا ولد أكيد. اسمع يا سعيد، من اليوم ما لازم تفارقوني ولا لحظة واحدة حتى نعرف إيش نسوي. على فكرة يا عم سعيد طبيب بارع، تعلمنا أنا وياه في زنجبار، هو تعلم أشياء كثيرة وعقله ما شاء الله عليه نظيف. باين عليه عاقل ورزين. الله يخليك يا عم، الله يخليك. ما أريد حد يعرف السالفة لما أخذ حقي. تبشر يا ولدي تبشر، ونحن تحت أمرك في كل شيء. كيف الحالة وكيف أختي؟ سمعت عنها شيء؟ أنا طول ذيك الفترة وأنا مطرود من الحارة حتى لا أسبب فتنة فيها، بس كنت أسأل عنك أنت أخوتك، وإن شاء الله تكون أختك بخير. تراني مستعجل يا عم، مستعجل. نفسي أزور قبر أخوي وأطمن على أختي. أول نفذ وصية الوالد، المال والعلم والصبر. خلونا دائما مع بعض نخطط سوا ونشوف إيش نسوي. ارحمني يا ناس، ارحمني يا رب، ارحمني، ارحمني يا رب، يلا برحمتك يا رب، ارحمني يا رب. ايش فيك؟ كابوس كابوس، السماء تمطر قمر على راسي وانا صاير اسود فاسود. حلم مضيع، حلم مضيع. يا جماعة ناموا، هذا الثاني يحلم، كفاك بشر الكوابيس. تعال يا رب، تعال هدي تعال تعال. أنا خايف، خايف يا صالح، خايف. لا تخاف، هذا مجرد حلم وينتهي. قوم صلي لك ركعتين ونام. أبوي أنت نايم؟ بعدني يا سنة، أحاول أنا. أبوي إيش أخبار السوق؟ أول مرة تسأليني عن الشغل، قصدك كيف أخبار واد حسن؟ صحيح يا أبوي، إيش رأيك فيه؟ رجال فاهم وصبور وشجاع، ويتعرف على الشغل كأنه خبير ومتمرس فيه. يعني ما خطر عليه من هجوم اللصوص؟ الواضح ان اللصوص يخافوا من ولد حسن ويعملوا له الف حساب، وهو ما شاء الله عليه ما يسوي شيء الا واثق منه.
كيف ثقتك في زوجك يا سلمى؟ الله أعلم يا أبوي، إن الله عوضني كل خير. عليكم ما. ها بنت منصور تعالكتي؟ تو انتي بخير؟ تعالكتي؟ ايوه عمتي. وعن موعد على القوش؟ عن الدلع؟ سمعيني زين، من اليوم ورايح يبدا الشغل، وانا من امس رجعت الشغالات، فاهمه؟ ان شاء الله عمتي. متى افتك من بلاش بس؟ ها ليش؟ هذه أحسن نوعية. هذه غير عن هذه. هذه أصلية. أجور للصيادين والبحارة. شاف. ولا تنسى كالعادة لكل مجتهد نصيب، واللي يتعب كافي على طول وقدام زملاء بعد. ما شاء الله عليك يا نوخذه حكيم، الله ينور عليك إن شاء الله. كيف الاستعدادات؟ الاستعدادات طيبة والحمد لله يا نوخذه. خذينا الجلود والحيوانات من أهل البادية وبنبيعهن في طريقنا إن شاء الله. أما الفاغور في المخزن العود. زين، استفيدوا وفيدوا، وهذه التجارة يا عبد الرحيم. نعم. هناك تجار الفاغور الهنود، وانت عارف كيف تتعامل معهم. اي نعم يا نوخذ عارف. هذيلة ياخذوا من عندنا الفاغور علشان يعالجوا بيه ويسووا بيه دواء، يحاولوا يشتروه من عندنا بقيمة رخيصة ويبيعوه غالي. الفاغور كان سنوي يا عبد الرحيم، وبيعه في الهند أغلى من منباسة. اي نعم صحيح يا نوخذ، صحيح، فاهم عليك. تأمر علي بشيء قبل لا أروح؟ لا أحسنت، وموفقين إن شاء الله، وعلى اليوم المسألة رب العالمين راد بجي أودعكم بنفسي إن شاء الله. يلا في أمان الله. أمان الله، أمان الكريم. أفضل لك تو ليل ولا نهار؟ شوف الشمس تو النهار. انت حال مو تسأل مو باغي. فعود قايل اذا قل ليل قول ان فعود قاتلنا راشد المثمار. وين مطوع رايح معهم؟ لا تقول هذا الكلام، ترى انا اخبرك. ها اقول لك فعود وحده قايل. فعود اقول معلم خلوه يجي. ها مو يجي يسوي الحلوه خلصتيها؟ هذا عتله روح عثون. ها هذا مجنونه. قوم قوم خل نروح عنها. قوم على عن هذي. هلا هاي السلعة. ايش رايك يا محمد؟ حال من هذا؟ نشتريها هدية لختنا جواهر، وواحدة للقية لما نشوفها بإذن الله. بإذن الله. انت الحين تريد ترجع يا ابو عبد الله؟ وليش لا؟
نروح نجيب صوف غيره ونبيعه. هذا مقدور عليه. بعدين انت ما سمعت ولد حسن ناوي يحارب اللصوص؟ اي والله صح، واحنا لازم نشاركه. انا من رايي ما دام ولد حسن عارف عن اللصوص نطلب نروح معه ونسترد الشيء المسروق. والله الراي زين، في نفس الوقت نشوف رايه. يلا خلي نكلمه. يلا خلي. حياك الله يا صاحب. نعم، ايش تريد يا سوي؟ انت عارف انا ايش اريد يا ولد المسمار. انت الوحيد العنيد في هذه الحارة ورافض بي حلالك. الحمد لله انا ما مديون حالك عشان تذلني، ودي كان الحدادة موجود ورزقي منه. يعني تريد تقول ان الحال ما عاد منك في هذه الحارة؟ الحال ما عاجب حد يا راشد. يعني ايش؟ يعني انتبه لنفسك، دوام الحال من الحال